مساء الخير على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال. معانا النهاردة حلقة جديدة من برنامجنا التجمع السادس. موضوع حلقتنا النهاردة مهم جدا، والحلقة دي فارقة معانا عشان دي أول حلقة احنا الستة نجتمع فيها مع بعض. موضوع حلقتنا النهاردة عن حياتنا في زمن الكورونا، وازاي حياتنا كانت صعبة. على قد ما هي كانت فترة صعبة، وعلى قد ما الكمامة كانت خانقانة، بس حصل فيها حاجات حلوة كتير. ومن أهمهم اللي احنا قعدنا في البيت. ايه بقى اللي حصل لما قعدنا في البيت؟ لا لو من ناحيه ايه حصل، فحصل حاجات كتير قوي، اهمها كيكه العشر دقايق وبسكوت العشر دقايق. ده اهم حاجه. كمان بقت بتطبخ وتعمل اكلات احلى من الستات. هي فعلا الرجاله فعلا دخلت البيت بعد موضوع الكورونا. في كتير رجاله قعدوا في البيت وعرفوا حاجات كتير في البيت ما كانوش عارفينها، بداوا يكتشفوا مواهبهم. بقى طبخت ايه يا مهيب انت في الكورونا؟ انا خربت الدنيا. انا يعني ما بطلتش فاهيته وكريب طول ما انا قاعد. انا زايد بتاع 7 كيلو في الفتره دي. ماشي باليوتيوب في المطبخ على طول. هو الراجل يعني يعمل ما يعملش. ما احنا يا ريتها جت على قعده الرجاله في البيت على الطبخ، بس يا ريتها جت على كده. ده كفايه الخناقات اللي بدات تظهر. يا جماعه الراجل التلفزيون لوحده، كفايه رموز التلفزيون. مش هيثبت شخصيته غير لما يقعد في البيت ويراجع. بس خلينا معترفين يا جماعه ان الناس قربت من بعض قوي الفتره دي وعرفت بعض اكتر، يعني القرايب والصحاب. هي لمت البيت، لمت العيله نفسها جوه البيت، دي قربتنا كلنا من بعض في فتره الكورونا. دي احسن حاجه الصراحه الكورونا عملتها. بالذات الاب من اولاده بدا يعرف عنهم حاجات ما كانتش تعرفها غير الام، بس بدا بقى يعيش معاهم ويتفهم مشاكلهم. قربتنا كتير جدا من بعض. المذاكره الام كانت مسؤوله عن المذاكره بس، دلوقتي الاب كمان بقى عارف كتير قوي عن المذاكره. حتى الواحد بقى عنده فرصه يقعد مع نفسه ويعرف نفسه اكتر، بدل ما الشغل والدراسه كانوا شغالين وقته 24 ساعه. اكيد مش للدرجه دي يا جماعه. يعني الراجل ما كانش يعني كان منعزل يا مهاب، كان منعزل هو. يعني اكيد كان ليه دور برضو في كورونا. يعني كان هو اللي بينزل وبيجازف بحياته وينزل يشتري حاجات من الشارع. ما كانش كان بيخاف على اهل البيت نفسهم. يعني بيترشب الكحول اول ما بيدخل. لازم نعترف بانجازات الراجل، حرام برضه. انت كل مره بتدافع عن الرجاله في ايه؟ انا شايفه ان الراجل الصراحه برضه تعب. كان بينزل بقى الشارع وبيجيب حاجات. هو فعلا يعني عرض حياته للخطر عشان خاطر ولاده. عرضها للخطر، يطلع على البيت بقى يدمرنا احنا كلنا. ما كانش طايق نفسه هو والام بالذات. ليه؟ بعد ما كنا بنذاكر لواحد، دلوقتي اصبحنا بنذاكر الكل. اصبحنا الكل جمع بقى ثلاثه مع بعض. كفايه موضوع الاونلاين ده بصراحه، لان الاونلاين ده يعني ممكن يكون مناسب لفئه عمريه معينه ومش مناسب لفئه عمريه ثانيه. يعني الصغيرين هم من كيجي مثلا لحد مثلا ثالثه رابعه بيبقى الموضوع صعب عليهم قوي، عايزين الام او اي حد يقعد معاهم يفهمهم. بس ما ننكرش ان هي تجربه، وتجربه مهمه. قدرنا من خلال كورونا نعرف اذا كان المشروع هيبقى ناجح ولا لا. من فتره كبيره من قبل كورونا كمان، ووزاره التربيه والتعليم كانت بتحاول تناقش يعني الى اي مدى ممكن مشروع زي التعليم عن طريق الاونلاين يكون ناجح ويكون مثمر. ولما جت فتره كورونا كانت فرصه كويسه جدا. كانت فرصه كويسه جدا ان يكون تجربه للموضوع ده. يعني ممكن يكون ليها سلبيات مع بعض الفئات. ممكن نقول ليها الفئات الصغيره. هو اسوء حاجه في موضوع الاونلاين ده ان الاطفال في السن ده بيبقوا محتاجين ان هم يكونوا صداقات، لان ده بيطورهم عاطفيا واجتماعيا وبيساعدهم نفسيا على كمان. فدي اسوء حاجه. حتى الشباب الجامعي برضو بيبقى محتاج ان هو يهرب من ضغط المحاضرات، ان هو يتكلم مع صحابه شويه، يضحكوا يهزروا. لا بس المحاضرات في الجامعه كانت مثلا بتبقى بالثلاث ساعات اربع ساعات، دلوقتي بقت اونلاين فهي ساعه الا ربع وبنخلص وخلاص. هي كانت ليها ميزات في مثلا الفئات الثانيه. دلوقتي اصبحنا ممكن ناخد المنهج بفهم اكتر، لو وقفت في حاجه هقدر ارجع مثلا للفيديو كان مسجل ليها. فكان ليها برضو ايجابيات مع فئات تانية. لا بس هي الفئه فعلا الوحيده اللي ممكن تكون ما استفادتش فعلا، الفئه الصغيره اللي هم الاطفال الصغيرين. بس في الفئه اللي هم اكبر شويه، يعني ممكن يكونوا بقى بيسمعوا الاونلاين وهم نايمين وهم مش واخدين بالهم. في مدارس فعلا ما بتفرقش معاهم، مش بيفتحوا الكاميرا، فالموضوع بالنسبه لهم بيبقى عادي. يعني تحس ان هم هو الموضوع بقى كويس. الموضوع بقى كويس علشان المحاضرات بقت متسجله موجوده. لا في مسجله وفي مش متسجله. ده هو الحقيقه. هو كمان دور الاهل في الموضوع ده بيبتدي يبان. اذا كان الطالب فعلا منتبه للدرس ولا لا، اذا كان الطالب فعلا بدا يستفيد من فتره وجوده في البيت. لانه الحقيقه قبل كده كان في وقت بيضيع في اللبس،
وفي النزول وفي المشاوير بيروح وبيرجع من المكان. دلوقتي في وقت توفر المفروض ان احنا نستفيد بيه. الحقيقه فتره كورونا على قد ما هي كانت مخيفه وفيها حاجات كتير ممكن تكون ازمات في بيوت كتير، لكن زي ما كان ليها سلبيات بدا يبقى ليها ايجابيات، بدانا نقرب من بعض اكتر. بس خلونا ناخد بقى مداخله نشوف ايه اللي هيحصل. اهلا بيكي يا شهد، اتفضلي. الو، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله جميل. كنت حابه اقول لكم بجد البرنامج حلو جدا. ميرسي يا شهد، ميرسي. طمنين عليك انت. الله يخليك. ميرسي. الاونلاين ده فعلا فعلا بجد موضوع مؤذي جدا جدا جدا، وانا طالبه جامعيه وفعلا بجد الموضوع مؤذي. ليه كده بقى؟ ليه؟ ليه عشان الصحاب؟ احنا بنحس على طول احنا يا اما بنايمين في المحاضره الاونلاين والميتنج والكلام ده كله فعلاً. شغل الاونلاين ده بيبقى كتير كده فعلا. شهد، انت عايزه تنزلي تفطري صح؟ انت عايزه تنزلي تفطري مش تحضري المحاضره. عايزه ترفع عن نفسها يا جماعه، سيبوها. لما بيكون يعني المحاضره كده موجوده والدكتور قدامنا والكلام ده كله فعلا بنستفيد اكتر. يعني اكيد طبعا، يعني انا برضو رايي كده، لان فعلا في اوقات كتير في الاونلاين ما بيبقوش الطلبه يعني مركزين قوي او واخدين بالهم، حتى بالذات لما يكون المحاضره الصبح بدري. بيكونوا نايمين فعلا. طب شايفه ايه ايجابيات طيب في فتره كورونا دي يا شهد، ولا مش شايفه غير الجامعه بس؟ قولي لنا يا شهد، انت بتدرسي ايه كمان قبل ما تردي على سؤال رنيم؟ انا بدرس اعلام. طيب يعني رنيم كانت كمان بتسالك في فتره كورونا ايه كمان يعني ممكن تكون المساوئ بتاعه القعده في البيت. المساوئ القعده في البيت، اولا احنا كلنا سخنا جدا جدا من بسكوت العشر دقايق والله فعلا. وغير كده كمان ان احنا على طول بقى كلنا ما حدش فاهم اي حاجه، وما حد كلنا نايمين، والدكتور مثلا كل ما تيجي تقول حاجه ايوه احنا معاكي يا دكتور. لكن انا نايمه، انا مش موجوده. مفيش اساينمنت، مفيش اي حاجه تقريبا بتتسلم، كله اونلاين وكلنا بنكسل يعني. لا، وانت يا شهد عايزاها تقنعيا، لما كنتوا بتنزلوا الجامعه كنتوا بتدخلوا وبتفهموا وحريصين على على الاقل كانت محاضره واحده. كانت محاضره بندخل، كنا بننزل مع صحابنا بنفطر معاهم. بالظبط، ده المهم. يبقى مش هي فكره دراسه بقى، دي فكره خروج. لا يعني من ده عليه ده يعني. هو في العموم صحتك اهم من اي حاجه يا شهد، ووجودنا في البيت والتزامنا بالاجراءات الاحترازيه اللي دايما الدوله بتحاول ان هي تنشرها ما بين الناس حفاظا على سلامتهم، دي هتكون احسن واهم بكتير من فكره النزول والتفاعل مع الاصحاب في الجامعه. اكيد اهتمامنا بدروسنا هيكون من خلال الاونلاين اهم واحسن لصحتنا بكتير. على فكره الفتره دي كمان زودت وعي النظافه عندنا، يعني بقى الاهتمام ان ما يبقاش في تلامس ما بيننا كبير، وكان التلامس ده بينقل بكتيريا برضو وحاجات. يعني زي زود عندنا نسبه الوعي بالاجراءات الاحترازيه اللي حصلت الفتره دي، بقى عندنا وعي كبير جدا الصراحه. ميرسي ليكي جدا يا شهد على المداخله. بس خلينا بقى ننقل برضو في فكرة الأونلاين، إن ليها مساوئ، والمساوئ اللي فيها إن في ناس أصلاً ما عندهاش القدرة إن هي يبقى عندها تاب أو لابتوب أو نت أصلاً تقدر إن هي تتابع عن طريق الأونلاين الدراسة بتاعتها. أيوة فعلاً، دي أسوأ حاجة. السلبيات فعلاً، في ناس فعلاً عندها النت فعلاً مش مظبوط أصلاً. لا، غير النت في ناس كتير مش متوفر معاها موبايل، أو مثلاً في البيت أسرة فمثلاً ستة عايزين يقعدوا ويفتحوا محاضرة، فالموضوع صعب، في ثلاث اجهزه بس في البيت، هنعمل ايه؟ النت بيخلص باستمرار ومجدد على طول. تخيلي بقى الثلاث اشخاص مثلا في مدرسه او في جامعه، والثلاثه محتاجين لابتوب قدامهم في نفس الوقت، لان هو برده وقت معين بس اللي بيدخلوا فيه، فدي برده يعني بتبقى فيها ضغط على النت وضغط برده على اللابتوب، فدي من المساوئ. مشكله كبيره، لان فعلا الموضوع لازم يبقى النت شغال كويس او الاجهزه، لان فعلا بيبقى كذا جهاز في البيت، في فعلا الاعداد بتبقى اكبر بكتير من الاجهزه الموجوده في البيت، ممكن يكون الموضوع ده مشكله. بس خلونا متفقين يا جماعه انه حتى فكره يعني عدم توافر الامكانيات بيخلي الواحد ممكن برضو يحاول على قد ما يقدر انه يتصرف، بس اهم حاجه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه دي، لانه فعلا حتى لو ما فيش الامكانيه دي احنا ممكن نحاول ان احنا نبتدي نساعد بعض بان احنا
نريكورد زي ما قالت نور قبل كده المحاضرات دي، نحاول ان احنا نسلمها لبعض بطريقه معينه. ممكن احنا نعمل حاجه اسمها نوليدج ترانسفير، او ان احنا اللي نقعد ننقل لبعض عن طريق التليفون او ممكن. او مثلا ورق يتكتب ويتبعت للناس فيه المحاضرات. الحاجات دي كلها بتقدر تخلي الواحد يعني قادر ان هو يوصل للمعلومه، وفي نفس الوقت كمان بيهتم بيقدر بان هو يحمي نفسه ويحمي صحته. على فكره كمان في فتره كمان الكورونا اثرت على ناس كتير الفتره دي، يعني اكتر المساوئ اللي اثرت على الناس الفتره دي حكايه الرواتب. يعني في ناس دي برضو على فكره الاونلاين ساهمت فيها، هو برضو من الاونلاين مش كله مساوئ، الاونلاين برضو ساهم فيها الى حد ما، انه في وظائف ومهن كتير قدرت ان هي يتم ادارتها وتنفيذها من خلال البيت عن طريق الاونلاين. بس الرواتب ما تاثرتش، يعني بالعكس انا لما كنت بنزل بروح الشغل مثلا بحط بنزين في العربيه او بدفع فلوس في المواصلات، ده كنت باخده من الراتب. دلوقتي بالعكس انا قاعده في البيت فاتحه موفر كتير. اللجنه الاقتصاديه والاجتماعيه لغرب اسيا قالت ان 8 مليون شخص دخلوا في دايره الفقر بسبب هو في الاقتصاد بسبب الاقتصاد. في ناس فعلا اتاثروا، بس العماله اليوميه اللي بينزلوا عماله اليوميه دول اتاثروا جامد جدا، وفعلا كان ما كانوش بيشتغلوا تقريبا في الفتره بتاعه الكورونا. لان بس على فكره فتره الكورونا يمكن خلتنا نكتشف برضو حاجات. ممكن شخص يبقى عنده موهبه، الموهبه دي بدات تتحول معاه انها تبقى دخل مادي ليه. يعني دلوقتي اصبحت الاعمال اليدويه مطلوبه كتير جدا، فدلوقتي فتح عندنا الماركتنج. الماركتنج دلوقتي بدا ان هم يدرسوه. طب يعني يا جماعه قعده البيت هي مفيده، يعني في سكيلز فادت حاجات كتيره. لا في ايجابيات صراحه، سلبيات وايجابيات اكيد. يعني كمان من ضمن الحاجات اللي كانت من فوائد الكوارنتين او الحجر الصحي في المنازل التلوث، يعني برضو دي حاجه من الحاجات. التلوث قل في ناس جدا، في توازن في البيئه فعلا قلت بشكل كبير جدا بسبب ان الشغل دلوقتي بقى في اونلاين. بحضر الميتنج تايم ما بقاش في ناس بشتغل في الشوارع. بالظبط كده. لا الطرق ما بقتش زحمه، ما بقاش في عربيات كتير، كل حاجه هديت. كفايه ان المدارس كمان واخده اجازه، دي بصراحه شكلت ان ريحت الامهات قوي الصراحه. لا وخلت الطرق فاضيه بطريقه كبيره جدا، لان فعلا الباصات والمدارس والعربيات اللي كانت بتروح المدارس هي دي اللي كانت عامله ازمه كبيره قوي، بالذات الصبح، فتره الصبح فتره خروج المدارس. انا متهيالي الحيوانات خدت راحتها قوي الفتره دي. لو حاسين ان الشارع ده بتاعهم مش بتاع البلد بيستغربوا مين دول مين اللي ماشيين في الشارع ده. حقيقه كمان من الحاجات الكوميديه اللي كانت جابتها لنا جائحه كورونا، من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في ظل وجود الناس في بيوتها، هي فكره انه الراجل كان وحشه جدا القهوه يا جماعه. انت دلوقتي عايز تروح تحضر قهوه، وحشه اكتر من اهله وهو القهوجي نفسه. عايز انزل وعايز اقعد العب طاوله واشوف اصحابي. بس هقول لك يا مهم، دلوقتي الصحاب حتى لما كانوا بيبقوا عايزين يتقابلوا بينزلوا في البيت او قدام البيت تحت في الشارع. ده حقيقي، كانت حاجه حلوه قوي برده. اديتنا كمان فتره كورونا ان ممكن لو في اصدقاء ما كناش بنتواصل معاهم بسبب الضغط في الشغل او في الضغط في الحياه عموما، بدانا نقدر نتواصل معاهم. بقى في مساحه ان انا اقدر اود ناس يمكن انا سبب الظروف دي ضغط عليا ما كنتش قادر ان انا اودهم. لا وفي برامج كتير زي زوم وزي برامج كتير ان احنا ممكن نشوف بعض، نتكلم بعض في نفس الوقت مجموعه كبيره، فكان ده فعلا بيبقى حلو قوي. موجودين مع بعض او اهلهم مسافرين اربع شهور يقابل خطيبته عن طريق زوم يا جماعه، بيشوفها اونلاين، يعني بيشوفها زيه زي المدير بيعمل ميتنج معاها اونلاين. يعني بالظبط كده، فاضي برضه ليها يعني. مش في راحه فين دي خالص، هيبقى في بقى ايه كنترول بقى يا جماعه، ويقولوا بيجيبوا سيره المشاكل اللي بتزيد. لا بس خلونا نطلع من كل ده بقيمه الحريه يا جماعه، ان احنا عرفنا يعني ايه حريه، وان انا اطلع من بيتي ما بقاش خايفه اقابل الناس، ولا خايفه عليهم ولا خايفه منهم كمان، فدي حاجه كبيره يعني. نعم فعلا الناس اتعودت عليها، ما كانوش حاسين بقيمتها. الكورونا ادتنا ايجابيات كتير ويمكن كمان ادتنا سلبيات، لكن خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل فقره النهارده. اي ولد وبنت بيبقوا حابين يظهروا في احسن صوره ويعيشوا على الموضه، سواء في اللبس او في الالوان. ولان مفيش جمال من غير صحه ومفيش صحه كويسه من غير رياضه، هنتكلم ونتمرن ونعرف اكتر ازاي تبقى صحتنا كويسه.
هنناقش كل القضايا الاجتماعية اللي بتخص الراجل والست، وكمان هننزل الشارع ونعرف رأي الناس. وكمان معانا في مطبخنا في كل حلقة أكلة جديدة من بلد مختلف. هنجيب لكم كمان كل خبر جديد وكل ترند شاغل اهتمام الناس والناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا. هنتكلم عن جمالك ومظهرك وشكلك وازاي تظهري جميلة في أي مناسبة وفي كل مكان. بعد الفاصل ولسه مكملين باقي حلقتنا، وهنتكلم عن حياتنا في زمن الكورونا، بس هنتكلم في نقطة تانية وهي نقطة الشغل عن طريق الأونلاين وإيه حصل فيه وأثر إزاي على ناس كتير مننا. هو خلوني الأول أقول لكم أنه كان فترة كوميديا في الشغل من البيت قبل ما تكون فترة مهمة جدا، فعلا تم إنجاز فيها مهام كتير ووظائف كتير عن طريق البيت. بحضر نص فورمال ونص لا. وأكترها بقى الأصوات بقى اللي بتقعدي تسمعيها، يعني بنلاقي أكيد. مثلا صوت بنت المدير مثلا بتصوت في المايك، عرفنا كلنا أسعار الخضار في كل المناطق والشوارع إذا كانت متناسقة ولا لا، لأن احنا قاعدين سامعين كل حاجة، سامعين النقاشات اللي بتدور ما بين الأهل في البيت، وفي نفس الوقت بنشتغل عادي كده، ما فيش حاجة بتهزنا، بقينا كلنا حافظين بيوت بعض فعلا. طب خلونا ناخد مداخلة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. دكتورة نجلاء معايا. اهلا بيك يا دكتور نجلاء. الحقيقه انتوا مجموعه شباب جميله جدا، ربنا يخليك. وانا مع راي رنين العسوله اللي قاعده دي، ان فعلا كورونا يعني احسن حاجه عملتها ان احنا حسينا بالحريه وان احنا نخرج من بيوتنا فعلا واحنا في امن وامان واحد، يعني دي اكبر نعمه المفروض الواحد نشكر ربنا عليها ان شاء الله. ده حقيقي فعلا، الهمه دي ان شاء الله. طب ويا كورونا اثرت، ربنا يوفقكم كلكم، ربنا يخليك زي العسل، ويهاب الامور ده مسير حضرتك جدا. مسير حضرتك جدا. وحابين قبل ما تقفلي معانا نعرف من حضرتك مثلا ايه الحاجات الايجابيه اكتر من السلبيه اللي ممكن تكوني حضرتك عشتيها في فتره كورونا، يعني ممكن تكوني حبيتي ايه مثلا في وجودنا في البيت في قعده الاسره، التاثير الايجابي كان ايه؟ هو احسن حاجه الصراحه هي عملتها هي تجمع الأسرة في البيت، لأنه فعلا الناس فاهمت بعض، فعلا كورونا جمعت الأسرة كلهم مع بعض وبقوا قريبين من بعض، عرفوا حاجات عن بعض يعني يمكن ما كانواش عارفينها قبل كده. احنا بنشكر حضرتك جدا وبنشكر على مداخلتك، بنشكر حضرتك على المداخلة، ميرسي جدا. ده فعلا يعني فعلا قربت الأهل كتير جدا من بعض، والأطفال بالذات بأبائهم أصبحوا دلوقتي مقربين جدا ليهم، ممكن ما كناش بنتكلم معاهم كتير في الأول، بدأنا نتكلم معاهم يعرفوا أسرارنا. اكتشفت مواهب لعيالها هي ما كانتش عارفاها قبل كده يعني. هي أساساً في ناس اكتشفت المواهب بتاعتها، يعني في ناس ما كانتش عارفة موهبتها بقوا يكتشفوا نفسهم. ده كمان سبب من الأسباب اللي قالت عليها فاطمة في الأول، إنه في مهن كتير وفي أشغال يدوية كتير بدأت بهواية بالظبط، فدي من ضمن الحاجات اللي فعلا يعني بانت من بعد ما الناس بدأت تكتشف مهاراتها أكتر. هي الناس كانت محتاجة هدنة، بس هي بدأت كهواية وبعد كده تحولت لمصدر دخل عن طريق الأونلاين. الأونلاين يا جماعة يعتبر فادنا كتير جدا، يعني ممكن في الشغل في تحويل زي ما انا قلت الهوايه لمجال او مجال دخل مادي ليكي، وفي الشغل فادت ناس كتير جدا. وهاب انت كنت بتحب تصحى بدري؟ لا بصراحه اكتر ميزه عجبتني في الموضوع ان انا بصحى على ميعاد بالظبط، اللي هو بقوم بنزل من على السرير اقعد قدام اللابتوب كوبايه الشاي بلبن
100% والشاي بلبن بقى ما بيتعملش بقى قبل ما اكل البقسماط بيتعمل لي من ماما يعني تسلم ايدها مش من عم سيد يعني دي لوحدها بنفيت. يعني رايك ان الشغل عن طريق النت عن طريق الزوم او عن طريق الميتنج اللي انت قاعد في البيت احسن من الشغل انت تروحه؟ هو الحقيقه بتكون معتمده على نوع الشغل نفسه. لو فعلا الوظيفه نفسها او الفانكشن نفسها ينفع ان هي تتعمل من البيت بتكون طبعا مفيده جدا، لكن في وظائف تانية في صعوبه في التواصل مع الاخرين فيها ما بيبقاش وجودنا في البيت او اونلاين بيكون احسن حاجه. بالتالي الشغل لما الواحد يخرج احسن من ان هو يبقى قاعد في البيت، يعني ممكن لفتره محدده. انت عارف في ناس معينين بيبقى فترة محددة كده وزهقوا، يعني انا حتى في علمت الكسل في اطفال يعني كسل فعلا في اطفال اكتشفنا ان احنا كنا بيتوتيين قوي القعده في البيت. احنا هنروح المدرسه امتى طول ما احنا قاعدين بناكل؟ القعده في البيت كفايه الواحد يروح يشوف اصحابه يغير جو يروح يشوف اماكن تانية، انما القعده في البيت فتره طويله فعلا بتبقى. انتوا تعرفوا يا جماعه ان الاونلاين اصبح يعني كتب الكتاب بقى اونلاين في فتره كورونا حصل كتير جدا. لا صعبوا الاهل كلهم على برنامج ولا ويشهروا بعد كده بعد لما الوقت بيسمح بعد كده طبعا المعاملات في الاوراق بتبدا تحصل. لكن انا عايز طب انا عايزه اتقدم انا هتقدم اونلاين بقى ويلا اروح نتقدم اونلاين بصم العريس ازاي يا جماعه لو الجواز بقى اونلاين هنبصم العريس ازاي؟ بس على فكره بتحصل كتب كتاب وخطوبه بس باعداد قليله، يعني هي ما اتمنعتش خالص في الفتره دي. وبرده بيحافظوا على الاجراءات الاحترازيه لكل الاماكن، الكل بيبقى لابس كمامات، التعقيم المستمر، ما حدش بيستخدم حاجه حد. ممكن فعلا ان احنا نقدر نكمل حياتنا عادي ونعمل المناسبات بتاعتنا عادي بس نحافظ على الاجراءات الاحترازيه. هو احنا رجعنا للمة زمان، رجعنا اللي هو الفرح يبقى على الضيق في البيت مع اهلنا واصحابنا القريبين منا، بس مع ان القاعات قفلت وال كده احسن توفير بجد، لان كان في قاعات كتير بيبقى فعلا مبالغ رهيبه مبالغ فيها جدا كده توفير وكده احسن بجد. بدانا حتى يعني نشاطنا في اليوم العادي بدأنا نعمله، ممكن بدأنا نعمله بشكل وقائي أكتر، بشكل نكون واخدين فيه حذرنا. يعني بدأنا شوية شوية نرجع لأنشطتنا، لكن بقى رجعنا بالحرص، رجعنا إن إحنا نكون عارفين نأمن نفسنا زي. الوعي عندنا زي دلوقتي فعلا ما عادش حد بيروح اي مكان لازم يكون لابس الكمامه، وكل واحد خايف على نفسه برضو يا جماعه، يعني خايف على نفسه خايف على اهله وخايف على القريبين منه. اكيد طبعا فدي مسؤوليه تعتبر، وهو حلو فعلا الخوف على نفسي. طب خلونا ناخد المداخله دي الاول. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. معكم مدام امل من السعوديه. اهلا بيكي استاذه امل. ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده؟ بصراحه كأم وام ست اولاد عايزه اقول حاجه. اتفضلي. احنا كامهات عرفنا بعض حاجات عن اولادنا ما كناش بنبقى عارفينها عن تصرفاتهم واسلوب حياتهم وهم خارج البيت. دي حقيقه، يعني ده كده ممكن من التاثير الايجابي. ايوه دي من ابرز الايجابيات. انا كام كان في كان في بعض علاقاتنا اولادي معرفهاش عرفتها من خلال وجودهم معايا في البيت. بالظبط كده، يعني فتره الكورونا رغم السلبيات اللي كانت فيها رغم ان كان ليها ايجابيات بدانا يبقى قربنا لاهلنا. بالظبط كده، خلت الناس تعرف بعض. ميرسي ليكي جدا يا استاذه امل، وميرسي لمداخلتك الجميله. فترة الكورونا فعلا كانت سلبيات وإيجابيات كتيرة قربتنا من بعض، ويمكن كمان فرقت ناس، لكن بدأ الوعي عندنا يزيد، بدأ حاجات كتير جدا نكتشفها، وده كان من الجانب الإيجابي الجميل في الفترة دي. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة كل يوم جمعة من برنامج التجمع السادس.